دخل عمال منصات وصناعة النفط في إيران الأسبوع الثالث من الاحتجاجات المتواصلة والإضراب عن الطعام. تزامناً تشهد مدن محافظة كردستان إضراباً واسع النطاق في الذكرى 40 لمقتل متظاهرين في مدينة زاهدان، كما ينفذ أصحاب المتاجر وباعة السوق في مدينتي سنندج وسقز إضراباً عاماً. هذا وبدأ النظام الإيراني بتنفيذ ترهيبه للمحتجين بإعدام مواطنين بلوشيين هما باسم شعيب إسكاني وإسحاق إسكاني بتهمة الانتماء إلى جماعة جيش العدل واتهامهما بقتل 4 عسكريين إيرانيين عام 2019. يأتي هذا في الوقت الذي تزايدت فيه تحذيرات المنظمات الحقوقية من تنفيذ إعدامات جماعية بحق المعتقلين من المتظاهرين. أصدرت زهرة رهنورد وهي زوجة زعيم الحركة الخضراء الإيرانية مير حسين موسوي والتي تخضع للإقامة الجبرية، أصدرت بيانا طالبت فيه النظام الإيراني بوقف قمع الطلاب الجامعيين والمحتجين في إيران. وطالبت رهنورد بإطلاق سراح الطلاب السجناء والتوقف عن تهديدهم. التهديد كان خاتمة بيانها المقتضب بشعار المرأة والحياة والحرية. وفي الأيام الأولى من الاحتجاجات اتهمت رهنورد النظام الإيراني باستخدام العنف والوحشية ضد المرأة بشكل غير مسبوق، وقالت إن هذه البدعة ليست دينا ولا عرفا ولا أخلاقا ولا شرفا. انتقد نائب رئيس البرلمان الإيراني السابق علي مطهري استمرار حجب تطبيقي واتساب وإنستغرام في البلاد، وقال إن حجب هذين التطبيقين تسبب في تعطيل أعمال الإيرانيين على الإنترنت. عرب مطهري عن قلقه من أن هذا الحجب قد يدفع البعض إلى دعم المحتجين، وأضاف أنه نظراً للنمو الاجتماعي للشعب الإيراني فإن إلغاء حجب هذين التطبيقين لا يشكل أي خطر على البلاد. حجبت إيران تطبيقي واتساب وإنستغرام منذ أكثر من 50 يوما بدءا مع الاحتجاجات العارمة التي اندلعت بعد مقتل الشابة مهسا أميني في معتقل شرطة الإرشاد الإيرانية، ما أدى لتعريض أعمال أكثر من 10 ملايين شخص في إيران للخطر. نشرت صحيفة الاندبندنت تقريرا يتحدث عن التصدعات والانقسامات التي تضرب النظام الإيراني على وقع الاحتجاجات المستمرة،
متحدثا عن مؤشرات على أن النظام بدأ في التعامل مع المحتجين كقوة اجتماعية شرعية. تقرير الاندبندنت تحدث عن مطالبات بين المتشددين في النظام تؤكد على ضرورة الاعتراف بمطالب المحتجين، مضيفا أن الانقسامات تظهر داخل النخبة السياسية الحاكمة في إيران حول الانتفاضة الشعبية وتمثل تحديا نادرا للسلطات الإيرانية. التقرير يرى أن الانقسامات حتى الآن هي أقل كارثية من تلك التي ظهرت داخل الطبقات السياسية ورجال الدين المتحكمين في البلاد في أعقاب تدفق الاحتجاجات الشعبية عام 2009. كما ويرى التقرير أنه من غير الواضح ما إذا كان الاعتدال في نبرة النخبة الحاكمة يعكس تغيراً في السياسة أم مجرد إشارات فارغة من جانب قيادة مرعوبة تهدف إلى إبطاء وتيرة الاحتجاجات. التقرير تحدث عن تغيير في لهجة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بعد مطالبته سابقاً بسحق الاحتجاجات، إذ يقول الآن أنه يأمل أن يعود الأمن حتى تبدأ التغييرات المشروعة والضرورية في إرساء نوع جديد من الحكم. برای تمام شهدای دانش آموز شیراز 17 آبان 1401، برای تمام شهدای دانش آموز، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور. هذا وتواصل دول الاتحاد الأوروبي ضغطها على النظام الإيراني لقمعه الاحتجاجات، حيث أفاد مراسل الحدث في بروكسل بأن مجلس المندوبين الأوروبي سيعقد اجتماعا اليوم لبحث العقوبات على إيران، وعلى إثر ذلك سيرفع قراره إلى مجلس وزراء الخارجية لتمريره الاثنين المقبل. كان الاتحاد الأوروبي قد فرض في وقت سابق عقوبات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في إيران واستخدام روسيا المسيرات الإيرانية في النزاع في أوكرانيا.